السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله هتكلم على ال practice of sequential circuit design، يعني ازاي نطبق ال principles اللي احنا اتعلمناها في الشابتر اللي فات ان احنا نعمل sequential circuits. فاول حاجه المفروض نعرف ال poor practice. poor practice اللي هي الحاجات الغلطات المفروض ما نقعش فيها. فدول اشهر ثلاثة فيهم، اللي هما ال asynchronous reset وال gated clock وال derived clock. اول حاجه ال asynchronous reset، اللي هو ان انا ادخل reset signal ملهاش دعوه بال clock. يعني clock مثلا هي عباره عن rising edge، فالريست سيجنال ممكن تيجي قبل الرايزنج ايدج دي او بعد، تمام؟ يعني مش لازم تيجي في الوقت اللي هو بتاع الرايزنج ايدج بتاعت الكلوك. ده كده معناه انها اسينكرونس ريست. فكده اول ما الريست ما بيجي، الكاونتر ده بيحصل له ريست على طول، بيطلع الاوتبوت بزيرو. طيب دلوقتي نفترض ان الديزاينر كان عايز يعمل ديزاين بحيث انه يبقى عنده هنا كده كاونتر بيعد من 0 ل 9 بس، فده كده اسمه ديكيت كاونتر، بيعد 10 عدات من 0 بعد كده يوصل ل 9، بعد 9 يرجع تاني ل 0. فهنا الديزاينر عمل ايه؟ هنا قال ان هو اول ما ال r underscore register دي اللي هو الكاونت عنده العدة اللي هو موجود فيها دلوقتي اول ما تبقى بعشرة هيقوم عامل reset. فهو كده على طول هيعد من زيرو لغاية تسعة، اول ما يوصل لعشرة يقوم راجع تاني لصفر. فاللي يحصل هنا ان كده عندي العدة هنا كانت تسعة، بعد كده جت rising edge، فالعدة اللي بعديها بقت عشرة، ما عدتش وقت كتير. اول ما ال output بقى بعشرة طلع لي هنا كده ال reset signal، اللي هي هنا ال output بتاع ال or gate دي. ده كان ال output هنا بقى بون، فعدى من ال or gate بقى هنا برضو بون، حصل ريسيت، في الاوتبوت هنا بقى بزيرو. طيب الديزاين هنا طبعا شكله كده وحش. هو وحش ليه؟ عشان اول حاجه انا كنت عايز الاوتبوت بتاعي بعد ما يبقى 9 السايكل اللي بعد كده يطلع بزيرو على طول، ما كنتش عايز ال10 دي تظهر. فال10 دي ممكن تاثر لي على بقيه السيركتس اللي بعد كده. يعني هنا مثلا اكيد طبعا السيركت دي كده متاثره بسيركت تانية بعد الكيو دي، يعني هنا كده برضو في سيركت بتستقبل الاوتبوت اللي هو ار اندرسكور ريجستر. فالسيركت دي هي كانت متوقعه الارقام اللي هتجيلها من 0 ل 9، ما كانتش متوقعه ل 10. فال10 دي ممكن هتدخل هنا هتطلع اوتبوت غلط برضو في السيركت دي وهكذا. فالاوتبوت غلط ده هيفضل يستمر معاك كده على طول في بقيه الديزاين. فكده طبعا دي حاجه وحشه. تاني حاجه برضو ان انا هنا كده موصل دايره كومباينيشنال على الريسيت على طول، فانا مش ضامن ان الكومباينيشنال سيركت دي لما تتغير من ستيت للتانيه مش هيحصل جليتشز في النص. مثلا ممكن الاوتبوت هنا لما بتغير من 0 ل 1 السيركت اللي هي ايكوال 10 دي طلع لي بالس بون كده، بعد كده ترجع تاني بزيرو، فيحصل حاجه اسمها جليتش. يعني مثلا الاوتبوت اللي هو ده اللي هو ايكوال 10 ده هعمله هنا كده مثلا كده تايمينج دايجرام هنا، ممكن يطلع هنا مثلا بون كده بسرعه وينزل تاني. هي ال1 دي كده كانت غلط، بس عشان هي كومباينيشنال سيركت فانا ما اعرفش الاوتبوت بتاعها بيبقى شكله عامل ازاي ما بين اي ستيت والتانيه، تمام؟ بس فاللي هيحصل هنا ايه بقى؟ ان هنا طلع لي كده بالس صغيره اللي هي الجليتش دي، فممكن هنا الكاونتر وهو بيعد من 0 ل 1 يعمل ريسيت، هيعمل ريسيت فهيرجع من 0 وبعد كده 0 وهكذا، فيفضل في نفس العدة بتاعته، فكده أصلا مش هيعد صح. فالحل بتاعنا هيكون بالشكل ده. دلوقتي بدل ما أنا بعمل asynchronous reset، بدل ما أنا كنت بدخل هنا كده دايرة اللي هي equal 10 بعد كده بوصلها على reset كده على طول، لا هخلي الريسيت بتاعي هيكون عن طريق r underscore next. يعني الريسيت بتاعي هيبقى synchronous. احنا عارفين r underscore next دي بتطلع ب r underscore register مع الرايزنج ايدج بتاعت الكلوك بس، فكده الديزاين بتاعي هيبقى سينكرونس. فدلوقتي لما ار اندرسكور ريجستر ايكوال 0 الار اندرسكور نكست، او سوري ار اندرسكور ريجستر ايكوال 9، فالار نكست هتساوي 0، تمام؟ فكده عندي الار نكست دي كده ايكوال 0، ار ريجستر موجوده ب 9، اول ما هتيجي الرايزنج ايدج بتاعت الكلوك ار نكست هتتنقل هنا، فكده كان هنا ب 9، بعد كده لما جت الكلوك بقت ب 0، فكده تخلصت من البالس اللي كانت هنا دي، الجزء ده كده راح، بقى كده عندي 9 مستمره من اول هنا لغايه هنا، تمام؟ وبعد كده طلع بزيرو على طول. فانا كده اول حاجه عملتها ان انا شلت الباث اللي كان متوصل ما بين هنا لغايه هنا كده، فكده شلت احتمال اللي هو بتاع الجليتشز اللي قلنا عليه، اللي هو كانت الجليتش تطلع هنا دي فتخلي الكاونتر يعمل ريسيت. دي كده اول حاجه عملناها. تاني حاجه ان انا كان عندي اوتبوت هنا كان بيطلع ايكوال 10 وده كان كده ما كنتش عايزه، فكده برضو تخلصت منه. تاني حاجه اللي هي الجيتد كلوك. دلوقتي مثلا عندي الديزاين ده هو برضه عباره عن كاونتر، واضح هنا ان الاوتبوت بتاعي بعمله هنا كده فيدباك، بعمله هنا بلس 1، بعد كده لما تيجي كلوك سايكل بنقل بلس 1 ده هنا الار سكور ريجستر، فدي كده برضه كاونتر. طيب بس هنا الديزاينر عايز يعمل حاجه، عايز هنا ان عنده سيجنال اسمها انيبل، لما انيبل دي ايكوال 0 الكاونتر ده يعمل بوز، تفضل اندر سكور ريجستر دي تفضل ثابته بقيمه معينه او القيمه اللي هو كان واقف عندها. لما انيبل ده يبقى ب 1 تبدا الار سكور ريجستر دي تبدا تعد، تبدا تزيد بواحد، فكده عباره عن كاونتر بس معمول له بوز. فهو عايز يعمل هنا ايه بقى؟ هيخلي الانيبل دي هيدخلها اند مع الكلوك، فلما الانيبل ده كده ايكوال 0 هلاقي ان الكلوك دي كده مش بتعدي، الاند جيت على طول اوتبوت ايكوال 0،
فانا كده كاني مش بوصل كلوك هنا، فهلاقي ارن سكور ريجستر دي هتفضل ثابته. طيب انما دلوقتي لما الانيبل ايكوال 1، هلاقي هنا ان الكلوك هنا انا عندي 1 اند اي حاجه بتساوي الحاجه نفسها، فكاني وصلت كده كلوك هنا كده على طول. فهنا كده كلوك وصلت هنا بالانبوت بتاعها هنا اهو، فار اندرسكور ريجستر فعلا كل كلوك سايكل هتساوي ار اندرسكور نكست اللي هي بلس 1، فكده هيبقى الكاونتر شغال. طيب بس هنا كده في مشكله في الديزاين ده. المشكله هنا ان اول حاجه الكلوك كده بقت متصله باند جيت او متصله بلوجيك هنا قبل ما تدخل على الانبوت بتاع الفليب فلوب، ده كده بيسبب مشاكل في السنسس تول. السنسس تول بتحب ان الكلوكس كلها تبقى متصله على الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس، ما بتحبش انها تلاقي لوجيك كده في النص، ده كده بيسبب مشاكل لما تيجي تعمل سنسيتايز. دي كده اول حاجه. تاني حاجه ان انا ممكن عندي مثلا الكلوك دي كده شكلها عامل كده اهو، تمام، وانا كان الانيبل بتاعي ده انا كنت عامله بزيرو، يعني كنت عامله كده بصفر، يعني دلوقتي المفروض عايز اعمل بوز للكاونتر ده مش عايزه يشتغل. بس برضه زي ما قلنا الانيبل ده جاي مثلا من حاجه كانت مثلا كانت كومباينيشنال، ممكن الانيبل ده يحصل عليه جليتش، فجليتش دي مثلا ممكن هو المفروض يبقى بزيرو كده بس الاقي البالس طلع كده مثلا بوند بسرعه كده ونزل التاني، فالاقي ان الاند بتاع الاتنين دول كده مع بعض في الجزء ده كده هيبقى شكله عامل ازاي، هيبقى شكله عباره عن بالس عامله كده اهو، فالبالس دي كده هتعدي من الاند جيت، فلما تيجي تعدي من الاند جيت هيبقى عندي الجزء ده كده كانه رايزنج اتش، فهنا بقى في رايزنج اتش فالكاونتر ده كده اشتغل. فاللي حصل دلوقتي ان هو كان المفروض عامل بوز بس هو زاد بوند فعلا، فانا كده الدايره ما اشتغلتش صح، ده بالاضافه ان انا كنت حاطط هنا لوجيك على الكلوك، فده كده بيعمل مشاكل في السنسز. طيب الحل بتاعها ايه بقى؟ الحل بتاعها هو برضو زي ما كنا بنقول قبل كده، ان انا هخلي اللوجيك بتاعي ان هو بدل ما يبقى على كلوك او بدل ما يبقى في الجزء بتاع كلوك او ريسيت هيبقى في الجزء بتاع ار اندرسكور نكست. فانا اللي هعمله ان انا هخلي هنا كده في مالتيبلكسر، تمام، وهدخل هنا الانيبل، فلما الانيبل هنا ايكوال 1 هعدي بلس 1، لما انيبل ايكوال 0 هعدي ار اندرسكور ريجستر نفسها. فكان بيحصل ايه؟ كل ما الانيبل ايكوال 0 هلاقي ان انا القيمه اللي هي ار اندرسكور ريجستر بترجع تاني وتدخل في الدي، بعد كده تيجي الكلوك وتنطلع تاني على ار اندرسكور ريجستر، فكده ما اتغيرتش، فكده كاني عملت بوز. انما لما انيبل ايكوال 1 هلاقي نفسي ان انا بزود الكاونتر. طيب انا كده حليت حكايه الكلوك، ان انا خلاص الكلوك بقت متوصله كده على طول مفيش الاند جيت دي، فكده حليت مشكله السنسز، زائد برضو ان مشكله الجليتشز هنا مش هتظهر. هنا مشكله الجليتشز مش هتظهر عشان الاوتبوت عندي بقى سنكرونس مع كلوك، يعني لو انيبل دي مثلا طلعت بون بعد كده نزلت تاني يبقى المفروض لما تطلع بون المفروض يعد عدى كمان، بس لو جليتش دي كده جت بعيد عن الرايزنج ايدج بتاعت الكلوك خلاص الاوتبوت هنا مش هيتاثر، ار ان سكور ريجستر مش هيتاثر باللي حصل هنا. تالت مشكله اللي هي الدرايفد كلوك. الدرايفد كلوك ان انا عندي اتنين سيستمز، واحد سلو وتاني فاست. مثلا السيستم ده محتاج يشتغل على كلوك 100 ميجا والسيستم ده محتاج يشتغل على كلوك 50، فعندي هنا الانبوت اللي هي كلوك دي هي مثلا 100 ميجا، فدلوقتي هتدخل على كلوك ديفايدر، الكلوك ديفايدر ده هتطلع لي كلوك تانية 50 ميجا اللي هي اسمها درايفد كلوك. فدلوقتي كده عندي السيستم ده اللي هو متكون من الاتنين سيستمز دول شغال على اتنين كلوكس اللي هي اول كلوك دي وتاني كلوك دي. طيب هنا في مشكلة ان انا عندي برضو سنسس تول بتحتاج انها تشوف كلوك واحدة بس، لو شفت كده اتنين كلوكس هتبقى صعب عليها انها تعمل سنسز وممكن كان تطلع لي غلطات. ده كده اول حاجة. تاني حاجة ان ده دلوقتي لو تايمينج دايجرام مختلف عن ده، فدلوقتي لما اجي احسب الديليز ما بين ده وده مش هعرف احسبهم، طبعا مش انا برضو اللي مش هعرف احسبهم، بس ده برضو السنسز تول هيبقى صعب عليها انها تحسب الديليز دي، فده كده هيخلي لي السنسز عندي صعب وان انا ممكن يحصل لي حاجات not expected، انها في ديليز انا مش عارف احسبها فممكن يطلع لي حاجات انا برضو مش متخيل انها هتحصل. فانا برضو يفضل ان انا السيستم ده يشتغل بكلوك واحده. طب ازاي ان انا اخلي الاثنين سيستمز دول يشتغلوا بكلوك واحده اللي هي مثلا كلوك دي، فالكلوك دي هتبقى سريعه بالنسبه لده، او كلوك اللي هي الدرايف دي هتبقى بطيئه بالنسبه لده، فانا عايز اخلي الاثنين دول يشتغلوا بكلوك واحده، فهعمل ايه دلوقتي؟ خلي انا هخلي الاثنين يشتغلوا بكلوك اللي هي السريعه دي اللي هي كلوك ال 100 ميجا، وفي نفس الوقت كلوك ديفايدر ده هخليه بدل ما هو يطلع لي كلوك لا يطلع لي حاجه اسمها انيبل بالس. الانيبل بالس دي ليها نفس الفريكوانسي اللي هي كانت المفروض تطلع من هنا، اللي هي مثلا كان هنا الكلوك دي 100 ميجا فكلوك كان المفروض تطلع من هنا 50 ميجا، لا هيبقى عندي انيبل بالس، الانيبل بالس دي بتطلع كل 50 ميجا هرتز، يعني كل 2 سايكلز من ده بتطلع انيبل بالس واحده، فالانيبل بالس دي بتخلي ده يشتغل. طب فلما ده يشتغل ممكن يبعت الابوس بتاعته للفاست سب سيستم، فكده في الاخر برضه هو بيشتغل على 100 ميجا او كلوك الداخليه له 100 ميجا، بس كل 2 سايكلز من دي هيشتغل مره واحده بس عشان جات له انيبل بالس.
فكده في الاخر السيستم ده برضو اشتغل على 50 ميجا هرتز مش 100 ميجا. بس انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا هنا عندي الاتنين كلوكس دول متصلين بكلوك واحده. فكده كده بقى سهل على فينسيس تول انها تقدر تعمل فينسايز للسيستم ده من غير ما تعمل ايرورز على الكلوك دي. ده كده اول حاجه. تاني حاجه انا برضو التايمنج دايجرام بتاع السلو سيستم ده بقى برضو هيشتغل على التايمنج دايجرام بتاع الكلوك دي. فاتنين دول بقى ليهم نفس التايمنج دايجرام، فممكن احسب الديليز بتاعتهم. في اكزامبل على كده اللي هو السكند اند مينت كاونتر. سكند اند مينت كاونتر انا عايز اعمل ساعه بتعد ثواني بعد كده دقايق. فهنا مثلا انا عندي الفريكوانسي كلوك دي كانت 100 ميجا. فمثلا واحد هيفكر ازاي ان هي الفريكوانسي 100 ميجا هرتز، يعني كل ثانيه بتعد 100 مره. فانا هعمل عداد، او سوري 100 ميجا بقى كل ثانيه بتعد 100 مليون مره. فخلينا لا خلينا شغالين على الكلوك دي انها 1 ميجا هرتز مش 100 ميجا. فلو الكلوك دي 1 ميجا هرتز فانا مثلا محتاج كاونتر هنا يعد 1 مليون مره. بعد ما يعد 1 مليون مرة يبقى كأني عديت ثانية. فالحوار هنا output اسمه S clock. فال S clock دي تبدأ تدخل على ال clock input بتاع ال mod 60 counter ده. mod 60 counter يعني بيعد 60 مرة برضو، يعني بيعد من 0 ل 59 أو من 1 ل 60. فمعنى كده إن أنا عندي ال S clock دي كل ما تيجي هنا pulse من ال S clock هيبدأ ده كده يعد مرة. فأول ما يعد 60 مرة يبقى كده عديت ايه؟ عديت 60 ثانية، يبقى كده عديت دقيقة واحدة. فالدقيقة دي برضه تدخل على مود 60 كاونتر اللي هيبدأ يعد الدقايق عشان كده أطلع الساعات. طيب فأنا كده المفروض الساعة دي كده المفروض إنها تشتغل صح. بس برضه زي ما قلنا قبل كده إن هنا عندي كده أدي كلوك وأدي التانية وأدي التالتة، وعندي 3 كلوكس، فبرضه السيستم ده مش هينفع يتعمله سينسايز صح. تمام. طيب فاحنا ممكن نعمل ايه بقى؟ برضه زي ما قلنا احنا عايزين نخلي الديزاين ده كله شغال على كلوك دي واحدة بس. فبرضه زي ما عملنا قبل كده كان عندي هنا كده enable pulse اللي هي كانت طالعة من كلوك ديفايدر ده. طيب هنا ده يعتبر كل واحد من دول يعتبر كلوك ديفايدر لوحده. ليه؟ عشان هنا انا بعد 1 مليون مرة بعد كده اطلع بلساية واحدة بس. فهنا كأني كل 1 مليون بلس طلعت بلس واحدة، فكأني قسمت الكلوك اللي عندي دي على 1 مليون. وهنا كأني قسمت الكلوك الموجود هنا على 60 وقسمت الكلوك الموجود هنا برضه على 60 عشان اطلع الساعات. فاللي هعمله هنا ان الابوس دي بدل ما هي كانت كلوكس لا هتبقى انيبلز، يبقى ده كده هيبقى انيبل وده كمان انيبل، والكلوك دي ودي هيبقوا متصلين على كلوك الانبوت من هنا. فده كده الديزاين اللي هو متعدل. فبقى كده كل الديزاين بقى شغال على كلوك واحده، فكده بقى ينفع تعمله سنسز. دي كده اول حاجه. تاني حاجه ان الكاونتر ده مش هيشتغل الا لما تجيله الاس اندرسكور انيبل، لما يجيله انيبل من الكاونتر اللي قبليه. ففعلا الكاونتر ده مش هيعد الا لو ايه؟ الا لو جات له هنا كده، او الا لو ده عد ثانيه. والكاونتر اللي بعديه مش هيعد الا لو الكاونتر ده عد دقيقه برضه. فكده الديزاين ده بقى احسن عشان بقى عندي كلوك واحده.